نعم. حفظك الله، حكم استزراع الشعر. ايش حكم استزراع الشعر؟ استزراع الشعر ما انا اتوقف في هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، واستأذنته امرأة في ان تصل شعر ابنتها لانه ملصقته الحصبة، فمنع من ذلك والحمد لله. الإنسان إن كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضر، وإن كان ضعيف لو زرع الشعر ما ينتفع.